اذكر على يعني هذه يمكن اول مره اصرح فيها. كان عندنا الله يذكره بالخير الاستاذ سعود الطليحي، سعود الطليحي من المتابعين للبرنامج، واكيد انه ما يدري، هو حتى اللي بقوله ما يدري عنه اول. سعود الطليحي كان اول ما تعينت مدرس ذيك الايام في التعليم، وجيت لهم في المدرسه في العريجه، فاعطوني ماده القران الكريم والتوحيد والحديث، يعني منوع كوكتيل في التربيه الاسلاميه. انا من الناس ولله الفضل والمنه احب تدريس القران الكريم، احب تدريسه، بينما كثير من الزملاء ما يبون يدرسون القران الكريم. ما يبون ليه؟ لانه يعني متعب، غير متعب، هو يرى انه غير متقن. جميل، غير متقن. ومن فضل الله عز وجل علي أني درست على الشيخ محمود سكر رحمه الله، واستفدت منه فوائد يعني كثيرة جدا جدا في فترة وجيزة. الشاهد أستاذ سعود مر وكان عندي درس قرآن ذاك الوقت، فوافقت أني قاعد إيش أقرأ. لمحت أنا، يقولون أو زايد، فصيلة أو زايد لماحين، الله يبشرك بالخير. ايه لا لا امورك زينه. وسالب معنا فيها او إيه؟ حلوين معنا، حلوين كلنا. المهم يوم مر وانا اقرا، وقف، هو وقف ورجع، عرفت انه قاعد يسمعنا الان. شوي كمل راح، جاء وناداني عقب، قال يا استاذ عبد الله أنا أبا أشيل منك الحديث والتوحيد وكذا وبخلي الدرس كلها قرآن. قلت لا يا رجال، وي صعبة يا رجال. قال لا بشلون؟ قلت لا لا، وين صعبة، صعبة صعبة مرة. وأنا أقول في نفسي هلا والله يا مرحبا. قال وش اللي تبيه؟ أنا مستعد أعطيك ميزات، أعطيك. ما صعبة، وين أستاذ سعود ترى وين تدرس القرآن؟ ما هي بسهلة المسألة. ذيك الأيام كان في اختبارات، كان في اختبارات في تحريري وشغل وذا. قلت لا، وأدرس القرآن وبكرة زين اختبارات ولا زين ذا ولا تصحيح ولا؟ قال لا تصحيح ولا اختبارات ولا مدري ايش قال. قلت لا. قالوا بعطيك مدري ايش قال الميز، لما أعطاني جي 4 و5 ميز. قلت خلاص، قلت اجل بجرب هالترم وبشوف ان شاء الله، وعسى الله يكتب اللي فيه الخير. قال لي لا لا بجرب وانطلق، وعلى ما قال ما شاء الله انت اللي. قلت يلا توكلنا على الله. والله شوي ولا مؤدي كلها قرآن الكريم، يا ربي لك الحمد، الحمد لله، نعمه من نعم الله. خيركم من علم القرآن ومن تعلم القرآن وعلمه، كما كان اقول الله يحرمنا فضله. لكن شوف استغليتها استغلال طيب. بعد ما يدري استاذ سعود يمكن لو يسمعنا الحين اكيد انه يضحك الحين، يقول لي اذكرها. فشكرا استاذ سعود، الله يبارك فيك، والله اعطيتني ماده القران وارتحت. راح توجهت اختبارات لا تصحيح ولا اتفرج عليهم كذا اناظرهم، بس يجي واحد من الزملاء يقول ابو عبد المحسن تكفى فزع معي، نفزع معه ما في مشكله. اي لا نفزع معه وزانت الامور. بس دقيقه.